السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم، قبل ما نتكلموا على المقابلة اللي فاز بها المنتخب الوطني وهو فوز معنوي مهم ومهم جدا قبل السفر إلى القاهرة للمشاركة في كأس أفريقيا، حبينا نتكلموا نرجعوا للأحداث المؤسفة والفضاء هذه اللي مش هتنتهي، اللي والله العظيم يعني تمنيت انه يخليه المنتخب يعمل في هدوء وفي طمأنينة وفي صمت، لكن للأسف المنتخب هذا ما يحبوش ويكرهوه بطبيعة الحال القنوات والأشباه الصحفيين، ومهم حتى كاين أعداء داخل المنتخب الوطني في قطر في الدوحة. أول شيء نبدأ بقضية ألكسندر ديلال، تقدروا تقولوا الجزائر ولا المنتخب الوطني الجزائري هو المنتخب الافريقي الوحيد اللي شارك في كأس افريقيا بدون محضر بدني، وكرة القدم مبقاش فنيات فقط، لازم لياقة بدنية، اي نادي ولا منتخب بدون محضر بدني راح تكون فيه اصابات. ألكسندر ديلال اللي تقول الصحافة اخر اخبار الصحافه يقال لك المشكله بين ألكسندر ديلال والطبيب، الطبيب اتهم ألكسندر ديلال انه هو السبب في اصابه ادم والناس بحكم لا شارج وكذا 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 والامور ولا دوز اللي دارها في الجرعات التدريبيه واحمال وكذا، هو اللي خلى الاصابه تتفاقم على ادم والناس، والله هو السبب المباشر، رغم انه الفيديو كاين الناس اللي شافت الفيديو انه اصابه ادم والناس ما عندهاش علاقه اصلا بالتدريبات، ولا اصابه عادي احتكاك مع زميله عادي جدا. ألكسندر ديلال، الناس اللي ممكن ما تعرفش ألكسندر ديلال، هذا ألكسندر ديلال هو محضر بدني نتاع اللي كان يخدم في نيس وعنده شهادات عليا وعنده الدكتوراه. ألكسندر ديلال عنده كتب، من بين الكتب اللي راهي رائجه في مجال التحضير البدني عندنا ان سيزون دو بريباراسيون فيزيك اون فوتبال لي ألكسندر ديلال، عندنا ايضا لونترينمون دو على بيرفورمانس دو فوتبال اون فوتبال، عندنا ايضا الكتب هذه اللي يقولوا باللي ألكسندر ديلال ما دار والو، عندنا لا بريباراسيون سما لا بريبا فيزيك فوتبال، هذا الكتاب وحده لا بريبا هذا فيزيك يدير اكثر من 30 اورو. قلنا شخصي والناس اللي عايشين في فرنسا يقولوا لك ألكسندر ديلال هذا موسوعه، وإنسان خسرنا محضر بدني في مستوى عالي، كان محضر بدني عادي وكان المتوسط وكان المستوى العالي، خسرنا محضر بدني في المستوى العالي. دوكا نرجع للقراءة قبل ما نتكلم على موضوع منتخب وطني مقابلة مالي، أنا بالنسبة لي وعندي قناعاتي الخاصة، ممكن نغلط ورأيي خاصة ممكن راني صحيح، انا باش تقنعني يا صحفي ولا يا اشباه الصحفيين ولا يا اللي داخلين في المنتخب الوطني باللي سبب استقاله ورمي المنشفه ومغادرته لفرنسا ألكسندر ديلال هو خلاف مع الطبيب، انا ما نتقبلهاش. علاش ما نتقبلهاش؟ الطبيب هو طبيب وألكسندر ديلال هو محضر بدني، المحضر بدني ما يقدرش يتدخل في امورات تاع اللي عندها علاقه بالطب، والطب ما يقدرش يتدخل في امور اللي عندها علاقه بكره القدم ولا في الجانب البدني. يعني انايا نفرض انايا راني معلم، ما نروحش نوري الطبيب انا نقول له ها كيفاش دير ها كيفاش دير، ولا المهندس يوري المحامي يقول له ها كيفاش دير ها كيفاش دير، ما تدخلش العقل، حاجه مش لوجيك. انا نتقبلها منك يا صحافه الكاسكروت لما تكون حاجه منطقيه، نتقبلها عادي تقبلها تكون حاجه قريبه للمنطق، هذه حاجه ما عندهاش علاقه بالمنطق خلاص وماهيش قريبه للمنطق، ما تقبلهاش العقل. اذا نعاود ونقول كاين اسباب اخرى، الاسباب هذه تبان مور كاس افريقيا ولا بعد كاس افريقيا كلش يبان. حنا قلنا لكم ونعاودوا ونأكدوا ونعاودوا، حنا راه ضد اخبار هذه وضد اي شيء شعره تقيس المنتخب الوطني نبعدوا منها، سواء كانت حقيقيه
او مش حقيقيه او اشاعه نهربوا منها. حنا نحوسوا على المنتخب الوطني يشرف الجزائر، هذا واش نحوسوا. حنا الهدف نتاعنا المنتخب الوطني يفرحنا، يفرح اكثر من 40 مليون جزائري، يفرح داخل وخارج الوطن، هذا هو الهدف تاعنا. ما يهمناش حنا الكسندر، بصح شي كاينه حاجه، الكسندر دار الاستقال ولا استقالش ولا راح وخطانا وخطا المنتخب الوطني، حنا واش يهمنا؟ نعاود نقول المنتخب الوطني شرف الجزائر، هذا واش يهم. لكن نعاود نذكركم يا خوتي باللي خسرنا محضر بدني، وباللي الجزائر المنتخب الوحيد اللي رايح يروح الى كاس افريقيا القاهره بدون محضر بدني. وانا الشيء اللي نخاف منه هي الاصابات، لما تروح المنافسة بحجم كأس أفريقيا بلا محضر بدني. وهنا أيضا يرجع اللوم أيضا للاتحادية، واحد يقول لي أنت غير شريها مرازتش، لا لا لا، ألكسندر ديلا راح خلاص، على الأقل على الأقل أقل حاجة نجيبوا محضر بدني من الجزائر، من البطولة ولا من أي واحد محضر بدني يكون مقبول. ما نقولوش نجيبوا حنا سيبر ولا مستوى عالي كيما ألكسندر ديلا، لا لا، جيب واحد مقبول نعرفوا به الكود كوب دافريك ومن بعدها سالحه. هذه لو كانت عندنا اتحاديه، لكن للاسف ما عندناش اتحاديه. نرجعوا خوتي المقابله، مقابله كالعاده مغلوقه بدون كشف اوراق المنتخب الوطني، وهذه طبيعه الحال راجعه اختيارات المدرب وخيارات المدرب. الطقس كالعاده درجه حراره فوق 40 درجه، الرطوبه عاليه، وهذا كله يخدم مصلحه المنتخب الوطني. الشيء الملاحظ انه بين المقابله الاولى والمقابله الثانيه طلع الريتم، بحكم على بحكم التعود، بالحكم التعود يعني التاقلم، لاعبين بداو يتاقلموا على درجه الحراره مرتفعه وعلى الرطوبه، هذا شيء جيد وشيء يخدم المنتخب الوطني. لما تحضر في درجه حراره 45 ولا 44 ولا 45 ولا 46 درجة رطوبة مرتفعة، وتروح لمصر تلقاها أقل شوي، تلقاها 40 42، راك في الفايدة، راك في الفايدة، ماكش خاسر في لافير، بالعكس راك رابح في لافير. الشيء الآخر، مالي فريق ولا منتخب محترم، منتخب عنده وزنه. صحيح أن المالي عنده مشاكل إدارية وعنده مشاكل اتحادية نتاعها والانتخابات الفيدرالية نتاعها، لكن يبقى المالي مالي، يبقى المالي مالي، يبقى مالي فريق محترم ولا منتخب محترم. يبقى انه منتخب مالي من المنتخبات اللي عندها كلمتها في افريقيا وعندها تاريخها في كؤوس افريقيا، واحد ما يقدر ينكر هذا الشيء. بالاضافة الى الفئات الشبانية، المنتخب هذا عندهم على الاقل اكثر من 6 ولا 5 لاعبين من المنتخب الشباب اللي شارك في كاس العالم، ودائما يشاركوا في كاس العالم ويروحوا لبعيد في كاس العالم. اذا مالي منتخب جيد كتحضير، جيد انك تلعب مع منتخب حتى وراك تخسر، ما يهمش النتيجه، انك احتكيت منتخب مستوى عالي، هذا يزيدك كما نقولوا حنا في قوه الاحتكاك، وهذا يزيدك في الخبرة، ويزيد لك في انك تحفظ الدروس، هذه كلها في الفائدة. اذا مواجهة مالي مواجهة في المستوى، فوز مالي، فوز الجزائر على مالي، الفوز هذا مهم ايضا من الناحية الذهنية، انك تروح لمصر وانت عندك معنويات تاعك مرتفعة، بعد ماشيش نرجع لها بصح لا غالب هذا الواقع، بعد الفضائح اللي صرات مع اللاعبين الاثنين، وبعد مغادرة ألكسندر بالدلال، يعني ضربات سوال على المنتخب الوطني صراحة، والله يعني يكون في عون المدرب واللاعبين، الله يكون في عون المدرب واللاعبين، يعني المنتخب هذا كأنه يعني مكروه لدرجة ما تصوروش، المنتخب الجزائري الوحيد مكروه لدرجة ما تصوروش، فضائح لاعبين زاد هروب ولا استقالة ألكسندر دلال المحضر البدني قبل من أقل من سمانة على كوب دافريك، يعني الله يكون في 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 عونهم، والله العظيم يعني الله يكون في عون اللاعبين والمدرب، المنتخب الوحيد اللي راهو يصرى له الشيء هذا. وعلى نقول لكم خوتي لازم كنا نتضامنوا مع المنتخب نتاعنا، خاطر يمر بمرحله صعبه، لا غالب اتحاديه ما عندناش، ماناجير ما عندناش، ناس دخلاء على المنتخب الوطني هم يخدموا في داخل المنتخب الوطني، جابهم زرشي من النادي نتاعو تاع لا ماسيا، يعني امور لا غالب، حنا دوكا لازم نوقفوا مع المنتخب الوطني.
لازمنا نتفائلوا خير ان شاء الله، تفائلوا خير تجدوا هنا، نتفائلوا خير ان شاء الله، والمنتخب يروح بعيد ويشرفنا باذن الله تعالى. اذا خاوتي نرجع للموضوع، مو فوز معنوي مهم جدا. الاندي ديلور الوحش كما يسموه دخوله كان فعال، دخل سجن بعد تمريره من محرز. بليلي بدا ينسجم مع بونجاح بحكم ابن مدينه واحده ولا ابن فريق واحد. بليلي بونجاح كيمياء مضبوطه كما يقولوا المصري، يعني تفاهم وتناغم اعلى درجه مليح، انه زوج يتفاهموا شيء مليح، حاجه فايده ترجع فايده للمنتخب الوطني. اذا محرز ايضا مد كره حاسمه واسمو ديلور، عندي ديلور، عندي ديلور بصم على انه جاي ناوي وجاي بقوه. الكسندر الكسندر ديلور مازال في فمي. عندي ديلور، عندي ديلور ناوي يدير حاجه في كوب دافريكان، لازم حاب يدير حاجه. قاضي دركا ترجع للمدرب، اما يلعب 4 4 2 يلعبه هو بنجاح، اما الله اعلم، ممكن ترجع خطه للمدرب. الشيء اللي نقدر نقوله باللي الخلاصه نرجعوا بها نخرجوا بها باللي المنتخب الوطني استفاد من تاقلم ومن درجه الحراره هذه، تاقلم عليها وقدر يطلع الريتم، انه الموسم المقابله الاولى كان ريتم بطيء، فعل درجه الحراره العاليه والرطوبه، واللاعبين مازال ما تعودوش على الطقس تاع قطر. المقابله الثانيه بدايه تعود اللاعبين انه الريتم طلع، فوز معنوي مهم، ومنتخب ماهوش ضعيف، منتخب مالي، منتخب محترم في افريقيا وعنده كلمته. اذا خوتي بالمختصر المفيد نعاود نقول منتخبنا بحاجه الى جمهوره، بحاجه الى شعب، حاجه الى جمهوره وبحاجه الى شعب. ما تنساقوش وراء قنوات هذه الفتن وقنوات هذه اشباه الصحفيين اللي حطموا ويكسروا المنتخب الوطني. كاينه صحافه حابه تخدم صح المنتخب الوطني، نقولوا اللي شفافه والباقي الله يهديهم وخلاص. هذا واش نقولوا في الاخير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.